في مصلحة أبنائنا سنصور الكتب، حملة أطلقتها رابطة شباب الحطية ببلدية أوباري لسد العجز في بعض المناهج الدراسية للصفوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسي، والتي غابت عن جل مخازن المدارس التعليمية لهذا العام. نظرا لما تمر به البلاد من أزمة في الكتاب المدرسي، تنادت رابطة شباب الحطية لتعويض هذا النقص أو استدراك هذا النقص الذي حاصل في المدارس عندنا في منطقة الحطية. طبعا ليس جميع الكتاب، ولكن بعض الكتب على حسب الإمكانيات. طلقت هذه المبادرة لأجل تستمر المرحلة التعليمية ويعوض النقص ونطلع بأجيال متعلمين ناضجين، وحتى رفع من على كاهل المواطن. نعرف احنا اليوم في نقص في المرتبات وفيه اغلاء في الاسعار، فولي الامر او ولي امر الطالب عنده 4-5 اطفال في المدرسه، حتى بيوفرهم كتب المبلغ بيكون كبير. في اولى مراحل العمل تنادى مجموعه من شباب الرابطه في مجموعات عمل مصغره عكفت على تصوير عدد من المناهج الدراسيه باحد المنازل، يتوجه بها من بعد إلى المؤسسات التعليمية لتوزيعها على جميع الطلاب بالمنطقة. في تخبط بالنسبة لإدارة المدرسة والمعلمين، وبالذات المواد اللي صار فيها تغيير شوي في المنهج، فالمعلمين قعدنا نسمع، رجعنا للنت وقعدنا نسحبه في بعض الكتب من النت. وطبعا ممنوع نحن نفرض على طالب أنه هو يصور كتاب أو يسحب شيء من النت على حسابه أو يقدم لنا نقود. بالرغم من تسهيل الأموال اللازمة من قبل الحكومة لوزارة التعليم بطباعات الكتب، أهملت الوزارة توفيرها لهذا العام في مواعيدها المحددة بحسب المعنيين هنا، الأمر الذي تسبب في خلق حالة من التخبط في المؤسسات التعليمية انعكست سلبا على سير العملية التعليمية في عموم البلاد.